والله انك بطل يا ولد، ياد والله انك بطل، ما شاء الله تبارك الله. يا عبد الله قريقري تسمعني؟ عبد الله بالله الدبابات هنا لانه قافلين على التصوير كذا، يرجعهم ورا متر ولا يروحون من ورا السياره من هناك اللي بلغوا. اللي هو قدم القمعة هذا عند العلم، عند العلم اللي وراك قدم. يا ويلك ابو امين، شافوك جيت ما شاء الله تبارك الله ابو امين. روح يا وحش. روح ما شاء الله تبارك الله. الهواء عندك مليان يا ولد ولا وش؟ حسان البليزر هذا واقف ورا الاسود كذا ليش؟ يلا يلا ما شاء الله تبارك الله روح. طبعا احنا نحرص انه ما يكون واقف احد هنا، اللي راجع ورا احيانا الفرامل تكذب معاه ما توقف معاه شيء زي كذا. يا ولد ايش بلاك يا ولد؟ ولكن لا يريد ان يقف. اروح ابو امين روح. ولا يهمك ولا يهمك. لا يا شباب كفرات مليانة هوا تقول لك انا استغيث. منطقة جميلة يا جماعة الخير. منطقة رهيبة رهيبة للعوائل ما شاء الله تبارك الله، ولكن أنا أنصح عوائل تجون قبل المغرب تتحركون إلا كانكم مجموعة كبيرة. أوكي وياخذ الملف. إذا تقول لي جاهز طالع فيني لين أشير لك بيدي عشان ما أضطر أطلع الجهاز وأكلمك. عدل القمع اللي عندك طايح هذا يا لو، خلك على الجهاز معانا يا شن لو، عدل القمع اللي عندك. وتشرق الشمس ويعود الليكن الى مصدر. لو عدل القمع اللي عندك يا لو، اقول لك يدور القمع. حبيت الحركه دي. يا سلطان تسمعني يا سلطان؟ ويذهب مع الأطلال ويأخذ ملفه، ولكن الملف يقول له ما تعدي. ما المشكلة هنا مغطين عليه الشباب تصوير.
هايلوكس والله ديزل ولوش ديزل تسمعونه ذا والله وحش يا ولد. كفو يا شنب ما شاء الله تبارك الله. هلا يا رجل ايش هذا؟ شفت يا جماعه الخير هذا اللي احنا نقوله. طلع دبل خفيف ما مشي معاه، طلع دبل خفيف ما مشي معاه، ينزل يشيك على كفراته. تعرف يعني شوف انا بقول لكم بها بامانه، مو كل طعس زي الثاني. اللي سالوني كم تنسيم هواء، ما في شيء اسمه كم تنسيم هواء. في مكان يبغى 15، في مكان يبغى 20، في مكان يبغى 10، في مكان يبغى 5، وفي مكان يبغى 4 حسب الاماكن. انت لما تيجي تجرب معانا، تجرب السياره وتجرب مطلعك وتجرب طلعتك فيها، تعرف انه في ليش ما طلعت السياره، بور فيها وكل شيء فيها. ايش في بعد؟ في كفرات ولا بنزين او ما طلعت السياره وانت منزل هواء، يمكن تحتاج دبل ثقيل في الطلعه هذه، ونمره اخف مو نمره ثقيله. هذا طالع دبل ثقيل زين. المشد هذا ما يبغى دبل ثقيل بصراحه. يا ابو خالد، ابو خالد يا الطقم هو فاضي يلا يشجع سيوه خلو من فعل يا الطقم. اروح هناك، روح هناك عصبه. هلا حبيبي، هلا ابدا رحمان، كيف حالك؟ الله يسلمك، الله بخير، الله يخليك حبيبي. هلا والله المغرب مبوسك ابو ناصر. ها طيب ما يخالف. والله ايش يبغى هذا؟ روح يا شلب، والله جاء تحداه من عند العلم الاخير. هيا ارجع. والله ماشي ورافع يديره ومسوي كيف حاله. هيا وقف وروح. راجل طالع كفرات ما فيها هواء. ماني شايف الشمس ضاربه في الشاشه، معليش. ما شاء الله تبارك الله. هاي شفتم شلون الرجال ده طلع، واللي قبله طلع دبل ثقيل. فيها وزنيه يا جماعه الخير، كيف تعرف هذا؟ ما حتعرفها الا اذا جربت. احنا ما نجي نعلمك، انت تعلم نفسك وتعلم غيرك، واذا جاء شوف هذا يحط عليك رمل. فوالله بامانه اقول لكم يعني انت لما تجي ومحاولتك ما زبطت وزبطت الثانيه، فانت نشرت وعي ونشرت شيء، نشرت معلومه. شاف راعي السياره اللي زيك مثلا سيارة ولا جيب ولا شيء زي كذا، عرف في شيء يعني عنده كان غلط ما عرف يسويه. ما شاء الله تبارك الله. على السياره، لا تزحف هنا. هلا بعبد الله وابوه. شفتوا شلون هذا طالع على مهله؟ شفتوا شلون؟ الدعسه الاخيره ذي خربت له الشغله ذي كلها. لو مشيت وتحضرت يا شنب، بس احد يسمع، لو مشيت وتحضرت شوي وخليت الشده بعد المسافه كان طلع معنا. يا ولد دفع خلفي. هاي شفتم شلون هذا كيف؟ والله يا سنة ولا جابر الريش يعدك هو وابوه، في الكاميرات انا بابي تدور والخلفيه ما تدور، وفي الطرد العكس يعني في شيء اتوقع، الله اعلم. انت شوف المقطع وشيك على سيارته. وابو عبد الله يجي ثاني مره. شباب تراكم مغطين على الكاميرا والله. يوسف خليك معايا واعطيني اشاره، انا اسوي لك دنيا.
وحشة ولد. نزلت الهواء كده تمام. ليش انا بكذا؟ ليش انا بكذا؟ ليه امريكي كذا؟ هذا طلعه من خلي الكبر الخلفي حقه عند القمع ذا. بس 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 يا عبد الله بس. يلا انطلق من هنا. يوك بيحكد عليه راس يلا انا. مع نفسك. مع نفسك. هلا هو غشش روح روح جرب يا اخي. ليش لا يا اخي الله اكبر تجرني من مدري وين جايين من خليص جاي انت. ها يلا عساك تجيب روح يلا فكر. ولا انت جايبه حيحقد عليك راعي السياره ويسحب منك المفتاح وتعلق. والله يا وحش ما شاء الله تبارك الله. تحية لأهل الرياض اللي منورينا ومشرفينا. تحية لأهل أبها اللي جايين معنا هنا كالراعي البادر والأبيض من أبها ما شاء الله تبارك الله جاء. وهذا خوينا من الرياض هلا والله وسهلا. أعطي مجال يا لواء السيارة هذه محملة ورا. بس يا لواء بس يا وي. ها شفتم طرينا راعي أبها طيب عندك ما شاء الله. هذا البادرو جينا من أبها. بس لحظة أعطيه مجال يا لوه. أعطيه مجال ورا هذه السيارة فيها فيها حمولة في الخلف في شد ورا. نزلت الهواء يا عبد العزيز. عبد العزيز بالله شروك ينزل هذا. جاهز يا شنب روح. روح يا وحش ما شاء الله تبارك الله. ويلاه الهواء اللي مليان فدا. يوسف يوسف روح عند راعي الباترو هذا خلنا نكلمه. يوسف خليه يكلمني خليه يكلمني. كم الهواء عنده؟ قول له اساله كم الهواء. الهواء يقول لك سبعه. سبعه؟ ايوه غريبه يا اخي. خليه ينزل شوي يمكن العيار اللي عنده مو مضبوط. خليه ينزل شيء بسيط يعني حاجه بسيطه. بس اسحب البريك واطلع. شفتوا يا جماعة الخير هذه سيارة وضعها البريك. وقف اسحب البريك. والله اسحب البريك اطلع. وقف روح يسار واطلع. اباك من بعد الاقماع تروح سيده كذا. اي من عند الدباب هذاك. حط رجلك زين من هنا. حط رجلك لا تستاهل فيها. قول
قلنا لك تستهوي فيها طقمة. اقول له حط رجلك وقعد يطلع يتمشى بكيفه. كفو كمل خط. ما شاء الله. عشان الدباب بس كان واقف ما شاء الله. هلا بالربع والله. سبعة بالكفو؟ يقول سبعة. من هو؟ ها؟ احد يحط سبعة بالكفو؟ كيف سبعة؟ قوة يعني ضغط الهواء؟ ايوه ينزلون سبعة عادي، ينزلون خمسة بعد. روح. هلا بالربع ما شاء الله تبارك الله. يا انتم مشكلة الربع السلق الكفر حقه ما يقدر ينزل هواء. إذا نزل هواء فتحهم. ولا يهمك.